بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كتيبة مصعب بن عمير في ريف حلب، ننفذ حاليا حصارا لمطار الجراح العسكري الواقع في بلدة مسكنة في ريف حلب، استعدادا لاقتحام هذا المطار الذي يشكل إحدى قواعد الطاقية بشار لتدمير المدن السورية. وإن شاء الله لن يطول الوقت حتى تسمعون نبأ اقتحام هذا المطار إن شاء الله بالتنسيق بين الكتائب الجيش الحر المحاصرة لهذا المطار. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا رقيب من شقنا الجيش. لما كنا بالجيش كنا دائما نعاني من مسألة إنه إذا هجم علينا الجيش الحر شلون راح يكون موقفنا؟ إحنا كعساكر من داخلنا معارضين لهالنظام، بس الظروف أبت إن ننشق، فاضطرينا إنه نبقى بثكناتنا العسكرية. الحمد لله بعد ما انشقيت وشفت ونخلص هالمشكلة ودخلت بالجيش الحر وشفت الأمر سهل جدا. أمر سهل جدا يعني، ما الحمد لله عم نعطي مهلة يوم ويومين وثلاثة وأسبوع العساكر جوا بلكي ينشقوا. وبالنهاية حتى لما عم ندخل نقتحم الثكنة العسكرية يلي عم نلاقي ما عليه شيء، مو مأذنب ما لنا عنده شيء، كلكم أخوتنا، كلنا بالنهاية أولاد بلد واحد وما لنا عن حدا مصلحة أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله الذي من علينا في المرابطة هنا في بالقرب من مطار الجراح العسكري، ومن على هذا المنبر نوه إلى أهالي العساكر أهالي المجندين، نسألكم بالله، نستحلفكم بالله، نستحلفكم بالله، كل من له ابن في داخل مطار جراح العسكري أن يتواصل معه بأي وسيلة في سبيل أن ينشق. ونحن ها هنا لن نتحرك من ها هنا، سوف نبقى هنا، سوف نبقى هنا، ومن ينشق فعليه الأمان من على هذا المنبر. الله أكبر والعزة لله. والله ما خرجنا إلا نصرة هذا الدين، وجايينك يا بشار بإذن الله تعالى. لن نركع إلا لله. الله أكبر. الله أكبر. لن نركع إلا لله. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر. بس أحب أوجه كلمة إلى العساكر داخل المطار، إن إحنا هين أخوانكم، تعال تحاربون أخوانكم، حاجة يخدعكم بشار الأسد. والله أكبر. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. تكبير. الله أكبر. الله أكبر.